عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القطري المشترك بين مصر والمنظمة الدولية. وناقش الاجتماع التقرير والذي يشمل جزئين رئيسيين، أولهما أداء الاقتصاد الكلي وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية، فيما يركز الجزء الآخر على قضايا محورية تم تحديدها من خلال التشاور مع الحكومة المصرية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ممثلة في المناخ، مناخ الأعمال العام، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وآليات خلق فرص عمل لائقة. أعلن البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي الكاش من فرع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والشركات. وذكر البنك المركزي أنه تقرر أيضا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصرف أو الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، مطالبا البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار و361 مليون دولار لأول مرة منذ عامين. وفي سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4 مليارات و800 مليون جنيه. وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة. أكد البنك الدولي أن فجوة الدخل بين نصف الدول العالم الأكثر فقراً والأغنى أغنى الاقتصادات تتسع لأول مرة. وفي تقرير له، أكد البنك الدولي أن الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقراً والتي يصل عددها إلى 75 دولة والدول الأكثر ثراءً اتسع على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن تلك الدول معرضة لخطر ضياع 10 سنوات من التنمية ما لم تجري تغييرات طموحة في السياسات وتتلقى مساعدات دولية كبيرة. ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس بأكثر من المتوقع وسط قفزة في إيرادات متاجر التجزئة عبر الإنترنت. وفي مؤشر آخر، على أن الاقتصاد الأمريكي أنهى الربع الأول على أرض صلبة. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنحو 7% خلال الشهر الماضي. حذر المستشار الألماني أولاف شولتس الصين من سياسة الإغراق التي تتبعها والإفراط في الإنتاج وانتهاكات الملكية الفكرية. وقال شولتس في تصريحات لمجموعة من الطلاب بشنغهاي أثناء زيارته التي تستمر لمدة 3 أيام للصين إن السوق الأوروبية مفتوحة للسيارات الصينية بشكل عادل دون انتهاك لحقوق الملكية الفكرية. Vielen Dank für die Einladung.
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن زيادة ديون إسرائيل إلى الضعف في العام الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقالت الوزارة إن إسرائيل سجلت ديونا وصلت نحو 160 مليار شيكل، بما يعادل 43 مليار دولار في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، فيما اقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله. نهاية جولتنا الاقتصادية 9، والآن عودة من جديد إلى هبة وحكمة. إليكم. شكرا لك سارة.